مشروع تصميم وتصنيع نموذج لأول مفاعل نووي مصري حقيقي بعقول وأيدي مصرية بالكامل. الحقيقة إن إحنا نجحنا الحمد لله في تصميم وتصنيع أول مفاعل مصري حقيقي مصغر، وهو نموذج لمفاعل إن شاء الله يكون 50 ميجا وات كهرباء، يغطي حوالي 200,000 أسرة، يعني مدينة صغيرة أو حي كبير. ولو جانا تأييد ودعم نكمل هذا المفاعل ونكمل المسيرة لنماذج أكبر. احنا دلوقتي هنشوف اجزاء المفاعل، الاجزاء الكبيرة وهي حوالي عشرات الاجزاء، والاجزاء الصغيرة وهي مئات الاجزاء، وبيوضع في قلب وعاء اللي هو ضغطيط بقلب المفاعل، واهم ما فيه انه يفصل المياه الباردة عن المياه الوقاية الحرارية اللي بيمنع وصول الإشاعات القوية لوعاء الضغط للمفاعل لقلب المفاعل، وده برضو بيستخدم لفصل الماء البارد. بعد كده بيجي وعاء الضغط الداخلي اللي هو من الستينلس ستيل، وده بيمثل زي ما تقول غطاء للوعاء الخارجي. ده الجزء العلوي من وعاء الضغط، واللي فيه كل الأنابيب المتعلقة بالماء الساخن والماء السائع والماء الأمان اللي في حالة الحوادث بيدخل منه مياه تبريد خاصة. ده غطاء المفاعل، وهو غطاء هام جدا لأن هذا هو الجزء الوحيد اللي متحرك واللي بيفتح ويغلق أثناء المفاعل، حياة المفاعل لصيانة وتغيير الوقود. ده قلب المفاعل من الداخل، وجواه وحدات الوقود اللي احنا صنعناها من الستينلس ستيل وليس من اليورانيوم. دي صورة للطلبة اللي شاركوا في هذا المشروع مع المشرف ومع عميد الكلية. ان شاء الله.